مرحبا أصدقائي، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في إي سيجاريتس أونلي. معنا اليوم جهاز نيتولس AIO من شركة أسباير. بدنا نتعلم سوا كيف نعمل إعادة تجديد للكويل البي في سي اللي بيجي مع الجهاز. هلأ ابتداء بنفك البود عن الجهاز وراح نطلع الكويل. هلأ ممكن البعض يتساءل ليش الكويل عندي لونه أحمر. طبعا هو ما بيجي من شركة لونه أحمر، ولكن أنا بفيديو سابق حكيت لكم كيف نقدر نتغلب على السبيت باك اللي بيعملها الجهاز أو اللي الجوس لما ينسحب في الثوم، وكانت الطريقة عن طريق نحط لاصق أو لزيق على البود نفسه ونسكر فتحتين ونخلي فتحتين شغالات. هلأ بعد ما نفك الكويل من البود كامل، راح نتعلم كيف نطلع الكويل نفسه من الداخل ونعمل له إعادة تجديد. تمام أصدقائي، بعد ما نظفت الكويل شوي، هلا أول خطوة نشيل هذا القطعة وتحتيها قطعة مطاط برضو كمان بشيلها. مثل ما بنشوف بينوا معنا مباشرة رجلين الكويل البي في سي الموجود بالداخل. تمام هيك. هلا الخطوة الثانية بدنا نفتح الكويل نفسه، بيطلع قطعتين. هلا راح افرجيكم كيف الطريقة. طيب اصدقائي، انا بحاول افك فيه، سحب معي الكويل، هذا هو الكويل الموجود، وراح اسحب واطلع القطن من الداخل عشان تسهل علي العملية. نشوف كان في قطعتين من القطن، هذول كانوا ملفوفين فيهم الكويل قطعتين، وهاي القطعة كانت ملفوفة بالخارج، وهيك عنا بيكون الكويل مثل ما بتشوفوا فارغ. هلا راح نشوف كيف الطريقة اللي بنفتح فيها الكويل وبنشوف كيف بطلع قطعتين. طيب أصدقائي، أنا فتحت الكويل من الداخل. طبعا هذا القطع بتكون موجودة هون بهذا الشكل. اللي أنا عملته إني ثبتت كويل على شيء، مثلا انا اللي جبت هذه الزرادية، واللي عملته اني ثبتت الكويل بهذا الشكل. تمام اصدقائي، بهذا الشكل، وجبت مفك ودخلته بالداخل بشكل جانبي وركزت الضربة على الاسنان هذه، على هذه الاسنان انا ركزت الضربة. تمام، على هذه الأسنان ركزت الضربة، مش بالنص. تمام، بعرفش إذا راح يبين هيك، هي السن يعني هيك، فأنا ضربت بهذا الشكل. الضربة واحدة طلع معي مباشرة الجزء هذا الثاني. طيب أنا هذا القطن الصغير ما راح أغسله، راح أغسل القطن اللي مغلف فيها وأنشفها كثير كويس، وأرجع أفرجيكم كيف أنا راح أجدد البود. تمام أصدقائي، هلا السلك اللي أنا راح أستخدمه سلك جيج 30، راح ألفه على 2 مل بسبع لفات ونص. تمام، 7 لفات ونص، السلك 30 راح ألفه على 2 مل. بنبلش. تمام هيك أصدق، هي 7 لفات ونص، 7 لفات ونص بسلك 30. تمام، راح اخلي هذا الجزء نازل لأسفل، واللي راح اعمله انه راح اجيب الملقط بالجهة الثانية هذه، راح اطعجه بهذا الشكل. تمام، لأنه من هون راح يركب
راح نحط قطنة بين الكويل نفسه والرجل الكويل. راح يصير عندي الكويل تقريبا بهذا الشكل. بقص لزيادة. تقريبا هيك أصدقائي. أنا بدي أحاول أضبط الكويل شوي، أو بالأحرى أحسن منظره شوي. هيك تمام. هلا راح أبلش أحط القطن. أفرجيكم كيف. هلا تمام أصدقائي، بعد ما أنا لفيت سلك الكويل راح أجيب القطن. أنا بستخدم قطن العضوي اللي هو الشرحات الياباني. بفتحها من النص زي ما انتم تشوفوا. وهلأ راح أجيب المقص. تمام، بدي أقص على طول الكويل نفسه. راح أقصها كاملة وأشوف إذا احتجت يعني احتمال لسه أخذ من طولها كمان شوي، لكن هلأ بنشوف إحنا كيف راح نعملها. تمام، حط عليها شوية جوس أساس ما تضل بف. تمام هيك. هلا بدي أركب القطن بهذا الشكل. هلا القطن طبعا راح أركبه، راح أحاول أشده قدر الإمكان عساس ما يصير فيه لقلقة بالكويل نفسه. هذا ما كان مشدود كتير راح يصير يتشرب جوس زيادة. تمام، لفيت لفتين تحت الرجل، راح ألف باقي اللفات فوق الرجل. مثل ما حكيت بشد الكويل قدر الإمكان، بس بدي أنتبه إنه القطن يكون مغطي الكويل بشكل كامل. هيك تمام، راح أعكسه أساس يسهل علي إنه يدخل داخل الكويل وقطع الكويل. بس تمام، إذا ما دخل معنا هون إحنا راح نقص من القطن شوي، بس بدنا نخليه يضل مكبوس القطن قدر الإمكان أساس مثل ما حكيت لكم ما يتشرب القطن جوس زيادة.
هيك تمام تقريبا. هيك أصدقاء كويس يعني، طالع هون شوي ولكن ما في أي مشكلة، ما بيكون له أي تأثير. طبعا أنا دايما بفضل إنه أرجع نفس القطن اللي مستخدم، ولكن هذا القطن اللي شفناه بالأول اللي هو مثل الشرحات صعب جدا إرجاعه. إن شاء الله هذا القطن يعطينا نتيجة كويسة. تمام أصدقائي، هلا أصدقائي برجع بقص كمان قطنة مثل اللي عملناها بالأول، بشيل منها شوي وباخذ هذا الوجه. نعم الوجه الثاني. تمام هيك أصدقائي، و برجع بغلفه من الخارج. برضو نفس الشيء، بحاول أشد شوي، خلي القطن مشدودة. ما بحتاج كمية كبيرة، هذه الكمية هيك كافية. تمام هلا أصدقائي بدي أنتبه إنه هذول الرجلين الثنتين فيهم فتح، هذه الفتح بدي إياها تكون موازية لفتح من هذول الفتح، الفتح الصغيرة على الأغلب. تمام أصدقائي، بديش يكون في القطن طالع من هون. هلا راح اطعج هذول الكويلات واثبت البود هيك واضرب عليه الكويل عفوا اساس يرجع يكبس. هيك تمام بعد ما كبسته. هلا اصدقائي انا قطعت الربر هذه، راح ندخل رجل الكويل فيها، واحدة من الارجل. تمام الرجل الثاني أنا راح أطعجها بهذا الشكل، راح أدخل قطعة المطاط. هيك تمام، هلأ هذه راح أقصها. ندخل هذه القطعة، برضو هذه الزيادة برجع بقصها. هيك الكول أنا عندي أموره تمام. هلا بنركبه بالجهاز بالبود. تمام هيك أصدقائي، هلا راح أترك البود لمدة تقريبا 10 دقايق بعد ما أبيب الجوس، وأشوف كيف راح يصير وكيف راح يكون أداؤه. هلا تمام أصدقائي، بعد ما عبيت أنا البود واستنيت عليه 10 دقايق لحتى الجوس يتشرب، راح نشوف كيف مع بعض. حط
كده. انتم بتشوفوا اداؤه، حط التليفون عشان يبين الدخان. اداؤه تمام. طبعا النكهة 100% بعد التجديد، مش مثل الكويل الاصلي، ولكن تمام، مقبولة، امورها تمام، كمية الدخان تمام. يعني بعطي الكويل بعد التجديد 80%، بحكي انه اموره كويسة. وهيك اللي عنده اي استفسار رح اكون سعيد انه انا اجاوب عليه. بتمنى تعملوا سبسكرايب للشانل، لايك وشير للفيديو، ويعطيكم الف عافية.